الذي أودى بحياة 5 مواطنين و31 مصاب في حادث يعني أليم اليوم. يعني يظل السؤال يبحث عن إجابة، لماذا العياط بالذات؟ زي ما كنت بقول لحضراتكم، أصبحت العياط المدينة الحزينة التي يعني تستيقظ من نومها فجأة لتجد حادثا أليما يودي بحياة مواطنين ويصيب آخرين. حقيقة عاوزين بس أي مسؤول يطلع يقول لنا إيه اللي حصل وليه الحوادث بتكتر في محطة العياط، وهل فعلا الخطأ خطأ بشري؟ هل فعلا هو ده السبب؟ ولا احنا عندنا مشكلة ما؟ يعني هل كل مرة في الخمس حوادث السابقة والنهاردة الحادثة السادسة في فترة 2 سنين؟ يعني كل كام شهر بنصحى على حادثة، وحادثة كبيرة مش حادثة صغيرة. هل دايما بيكون الخطأ البشري هو السبب؟ طيب لو حتى هفترض جدلا انه دايما هو الخطأ البشري، طيب يعني على اي اساس بيتم اختيار السائقين؟ وعلى أي أساس بيتم اختيار عمال التحويلة؟ يعني لو الخطأ بشري ففي مسؤول أيضا عن هذا الخطأ البشري، مش بس الفرد اللي ارتكب هذا الخطأ، لكن المسؤول اللي اختاره والرقابة اللي عليه. فيعني حقيقي يعني ما ينفعش الحادثة دي تعدي كده، ما ينفعش الحادثة دي خلاص يعني ننام ونصحى بكرة تمام خلاص ده الحادثة حصلت امبارح وننسى الموضوع، لأنه الموضوع كتر بطريقة ملفتة جدا للنظر. ما ينفعش يعني حقيقي المفروض يبقى في خطوات حاسمة وحازمة في هذا الملف. والمشكلة إيه ده؟